مرحبا. 7 أيام مرت من العمل المتواصل استعدادا للقاء اللي جمعنا بيكم هذا اليوم. كاميرا البرنامج اتنقلت بأكثر من مكان وهي ترصد لكم آخر نتاجات الفن والفنانين. ابقوا ويانا على مدى 40 دقيقة الجاية. مظاهرة حب شهدتها ندوة تكريم الفنان نور الشريف اللي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وعدد كبير من النجوم حضروا للتعبير عن مشاعرهم اتجاه الشريف اللي أثر الشاشة الفضية والشاشة الصغيرة والمسرح والإذاعة بعدد كبير من الأعمال الفنية، ويعود إلى الفضل بتقديم الكثير من النجوم. تفاصيل أكثر نتابعها من خلال تقرير الزميل محمد سعد من الإسكندرية. مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. دورة الفنان الكبير نور الشريف. فوجئ الأستاذ سعد وعد رحمه الله بتليفون عايزين الرئيس ناصر عايزك في اسكندرية، فخد العربية وبسرعة جري على اسكندرية ودخل، فلقى الرئيس عبد الناصر مطبق جرنان كده فتحه، قال له ايه ده؟ قال له خبر ان يوسف شاهين هيخرج فيلم الفاتح حمامة في المغرب. قال له تاخد فلوس وتطلع تمضيهم ويرجعوا، ده بعد النكسة في ظل أزمة الجيش والهزيمة. عبد الناصر كان واعي يعني إيه فاتن حمامة وشاهين، رغم إيمانه وأبوته للقومية العربية، لكن لا، الفنان المصري يشتغل داخل مصر. وكان إن الأستاذ سعد وهبة أتمنى يكون كاتبها في مذكراته مكتوبة، إنه سافر ومضى يوسف شاهين وفاتن حمامة. أنا كنت في أول خطواتي، أما يبقى ده المناخ العام؟ لا، يبقى الفن مش هزار. إن رغم النكسة رغم الهزيمة العسكرية الدولة مدركة دور الفن إيه. بنتهز الفرصة أحيي أستاذي في التلفزيون محمد فاضل، بدلني بكل حاجة في حرفية فن التمثيل التلفزيوني، أنا ونادي رشاد وفاطمة مظهر وفرافيرو أشرف عبد الغفور بقول فرافيرو وأنا طالب في المعهد اتضايقت إن الأستاذ كرم مطاوع قبل يشتغل مع الأستاذ حسن الإمام. قلت يا أستاذ كرم بالثقافة بالبتاع يا يروح يشتغل مع الأستاذ حسن الإمام اللي بيعمل أفلام العوالم؟ أقول لكم اللي كان داير جوايا وقتها. يمر الزمن وأكتشف إن عادل إمام هو رشحني بهم على فكرة للأستاذ حسن الإمام. قال له أنا عايز ولد ينفع لكامل رؤى بلاظ. قال له أنا شفت ولد بيمتحن بهاملت على المسرح القومي السنة دي في المعهد اسمه نور ينفع للدور. فعادل إمام وده جزء من القدر جزء من الحظ إن زميل ليك ما يعرفكش يرشحك لأول بطولة فيلم في حياتك، عادل إمام اللي رشحه. هذه الآن أهم مدرسة في حياتي المسرح، أدين بكل شيء بكل شيء لأستاذي نبيل الألفي والراحل اللي محدش يعرفه كتير سواء من الوسط او من برا الاستاذ علي فهمي، والاساتذه جلال الشرقاوي سعد اردش عبد الرحيم الزكريا. يعني انا ما بحبش اتكلم كتير بس حبيت اقول شويه دول وهسيب نتحور في اسئله، لكن انا بناشد الاجيال الجديده
وبشكر حبهم ليا. يعني انا اول امبارح يوم الافتتاح انا مسكت دموعي غصب عني. الله يخليك الله يخليك. عمري ما تخيلت. الحمد لله. لو سمحت يا جماعة. الحمد لله على كل حاجة. نور الشريف قيمة، نور الشريف صرح كبير، نور الشريف صاحب مدرسة فنية ومدرسة إنسانية، وده الأهم. ممكن تبقى ممثل هايل بس مش إنسان، عمرك ما هتدخل القلب. نور الشريف إنسان، وإنسانيته دي اللي وصلته لهذه النجومية وبقاؤه وإنتاجاته اللي تمثل 170 فيلم سينمائي. يعني أعتقد أنه من أكثر الفنانين اللي قدموا أو سايبين تاريخ سينمائي للسينما المصرية وأرشيف السينما المصرية. نور الشريف أفلامه كلها كانت تؤرخ لمصر. عايز ترجع لتاريخ مصر، دور على أفلام نور الشريف. نور الشريف لقب، يعني من غير يعني عشان تقول استاذ نور الشريف محتاج القاب او استاذ او ملك الدراما مثلا. قد ايه انا اتعلمت منه كتير بجد، وحياه ربنا الندوه النهارده والتكريم وكل الكلام اللي اتقال حقيقي بصدق، ما حدش فينا بينافق ولا في اي نوع من الرياء، لانه الحمد لله انا شخصيا وقفت جنبه في اللي انا عايش في جلباب ابي ومسرحيه يا غول عينيكي حمراء والاميره والصعلوك وكل الكلام اللي قلته في الندوه حقيقي اتعلمت منه كتير بجد. يعني تقليد جديد للمره الاولى ان الدوره كلها مهداه للنجم الكبير نور الشريف، شايف التقليد ده ازاي؟ ده حاجة عظيمة، يعني حاجة احنا نفسنا يبقى فيه فنانين كبار بيتكرموا معانا في وسطنا، فده ياريت يبقى دي حتى زي ما الأستاذ نور قال ان ياريت يبقى كل سنة كده، يعني حاجة كده ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن اعمال النجم نور الشريف الكوميدية قليلة شوية، وانت كل اعمالك تقريبا كوميدية. لو قلت لك هتختار فيلم او عمل للنجم نور الشريف وتعيد تقديمه مرة تانية هيكون ايه؟ لا مش هينفع. ليه؟ مش هينفع، هو حاجة متفردة يعني مش هينفع. لكن نفسي أعمل مثلا سواء الأوتوبيس نفس الحالة، شكل كوميدي بقى، رجل غريب في بيتي، الحاجات دي يعني آخر رجال محترمين، يعني دي أقرب الحاجات لقلبي يعني. ده أقل حاجة ممكن تتعمل لأستاذ نور الشريف، هو أستاذنا كلنا، هو تاريخ نور الشريف، يعني مش حاجة كده والسلام. وأنا بحبه جدا، وهو عليه يعني. بص، هو الناس كلها بتقول أنا اتعلمت كذا وعملت كذا، بس في الآخر كل فنان بيبقى ليه تجربة صغيرة مع الفنانين الكبار وبيتعلم منهم حاجات بجد بتخليه يفكر في حاجات كتير قوي. يعني انا افتكر اول مره استاذ نور شفته في المعهد، يعني شفته قبلها في حاجات وبتاع بس يعني من خلال ابويا، لكن لما انا دخلت المعهد هو جه كان بيحضر الحفل، كان في تكريم للدفعه بتاعت استاذ نور واحنا اللي كنا بنكرمه، وشاف مسرحيه صغيره وجي قال لي انت تبقي ممثله كويسه، انت ممثله جاده وانا متنبئ لك بحاجه كويسه. فطبعا كنت مبهوره جدا، وبعدها باسبوعين كلمني علشان عايزني معاه في مسرحيه، كانت مسرحيه يا مسافر وحدك، وكان عايز يعمل فتره عرض تانية، وكانت منى زكي هي البطله، وبعدين هي ما كانتش كانت مرتبطه بحاجات فمش هتقدر تعرض تاني، فقال لي انا عايزك معايا. فانا خفت جدا، قلت له في سنه اولى معهد وما تزعلش مني انا مش هعرف اعمل كده، صعب ازاي 15 يوم اعمل بروفا مسرحيه كبيره كده وعندها النجاح ده وانا لسه ما بعرفش انا على فكره. ف
فقال لي انا احترم فيك ان انت يعني واضحه وبس يعني. وقعدنا اتكلمنا ودردشنا في حاجات كتير وصورني صور، وبعدين قال لي تعالي بعلمك حاجه مهمه قوي للفنان. فقال لي اي فنان لازم يشوف صوره، ولو مش عاجباكي لازم تقطعيها. قلت له قطعها؟ قال لي لازم تقطعيها، لانه في الاخر الصوره بتكعب تاريخ الصوره. لا الصوره بتأرخ لحظه في حياتك، لو انت اللحظه دي مش حباها لازم ما تحتفظيش بيها. ومن هذا اليوم والله مش عارفه مش عايز احلف، بس انا فعلا ما فيش صوره مش عجباني او لحظه مثلا قديمه رجعت اتفرج على الصور ولقيت اللحظه دي انا مش عايزاها، انا بقطع الصور كلها. النهارده كلنا جايين عشان نقول نجم نور الشريف بنحبك. طبعا بنحبك وربنا يخليك لينا وربنا يديك الصحه والعافيه وتدي دايما الفن المصري والفن العربي بشكل عام، وتبدع دايما لانك انسان مبدع وفنان رائع. احنا تلاميذك وتعلمنا منك كل حاجه حلوه، وانت وش الخير علينا كلنا، وشك خير على كل الناس اشتغلت معاهم، وانا واحده منهم. من بعد الحاج متولي كنت ادم السعده عليا واشتغلت معاك في عوبيان، واحنا كنا بنحبك. انت قد ايه مدرس عظيم، تعلمنا منك دروس كتير مهمه في التمثيل، ولو كنا بقينا نجوم فده بفضل وقفتك جنبنا ودعمك لينا دايما. انت قيمه كبيره جدا واحنا بنحبك من كل قلبنا، ويا رب يا رب يخليك لينا وتبدع دايما ودايما يا استاذ نور. والف الف مبروك على التكريم، تستاهل كل حاجه حلوه. أخبار الفنانين على الصعيدين الفني والشخصي دائما تجذب اهتمام الناس وتثير فضولهم، وهذه مجموعة سريعة من أخبارهم اللي انتشرت خلال الأيام الماضية. شاركت المغنية اللبنانية ناسي عجرم معجبيها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك برحلتها البحرية اللي استمتعت بها وهي بناتها ميلا وإيلا وزوجها الطبيب فادي الهاشم. ونشرت ناسي لجمهورها صورة تجمعها ببناتها على سطح أحد القوارب وسط البحر، وصورة ثانية تجمع البنات ويا والدهم على نفس القارب. سرية تامة، احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بخطوبتها بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، وكشف الأمر الماكير علاء التونسي اللي وضع لمساته بمكياج العروس، ونشر إلها صورة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. الماكير أكد أنه العريس من خارج الوسط الفني، وحفل الخطوبة تم بمنزل خاص. ومن الجدير بالذكر أنه ريهام سعيد تزوجت قبل هذا الزواج 3 مرات وانفصلت، وأرجعت السبب إلى سوء الاختيار. النجمة السورية أصالة نصري احتفلت قبل أسبوع بزفاف بنتها شام بمدينة شرم الشيخ المصرية. أصالة كتبت على صفحتها الشخصية على الفيسبوك أن اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر رح يكون حفل زفاف بنتي شام. ومن الجدير بالذكر أن شام الذهبي هي ابنة أصالة من طليقها أيمن الذهبي، وعادت الخطيب المصري أحمد جوهر بعد سنة ونص من الانفصال. ومن بين النجوم اللي حضروا الحفل أنغام وأحلام، رامي عياش، نيشان وجور عاد. البدايات كانت بسيطة جدا، اقتصرت على تقديم الألحان للنجوم، لكن سرعان ما شعر أنه بإمكانه أن يكون نجم أيضا وينافس الآخرين بدلا من أن يزيد شهرتهم شهرة، فأطلق عدة أغاني سنجل كان إلها صدى طيب عند الجمهور، وهواية ناس قالوا أنه وسامته لعبت دور بتحقيق الشهرة إله، وأطلقوا عليه العديد من الشائعات خلال مسيرته الفنية. قيس هشام يحاول من خلال هذا اللقاء الإجابة عن بعض التساؤلات اللي طرحتها عليه بهذه الجلسة السريعة بعمان. مرحبا قيس. أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله. طبعا بالبداية رح أسألك سؤال، بناء على هذا السؤال وإجابته رح أعرف إذا رح أقدر أستمر بحواري اليوم وياك أو لا. استمري. أوكي تمام. يقولون من أكثر الأمور اللي تسبب لك مشاكل سواء كنت في البيت أو في العمل هو إذا أي شخص وجه لك انتقاد، أنت ما تحب الانتقادات نهائياً وتتحول إلى وحش، صحيح هذا الكلام؟
لا مو وحش بس ده انتقاد صحيح. انا دائما اخذ اراء اصلا يعني انا طبيعتي اخذ اراء دائما. بس بدي اشوف الراي انه مو صحيح. يعني اكو اشياء مثلا منطقيه بالانتقاد ومدروسه مثلا يعرف الوضع الحاله كل التفاصيل ويقدر يطي النقد عليها. بس اذا من اشوفها مو صح يعني ما انفعل بس اتجاوز الموضوع. بس اذا يعني يتكرر الموضوع شوي تزيد عن حدها. اي يعني انا ما اكرر انفعالاتي تصير وحش يعني. لا مو وحش بس يعني مثلا كاب بس اكثر يعني انا بهالحاله ما راح اكرر الامور اللي ممكن تكون حساسه شوي. لا خذ راحتك ولا يهمك. الحمد لله. كثرة العلاقات العابرة بحياة قيس هشام هي اللي منعته انه يكون بعلاقة حب حقيقية ومستمرة. صحيح هذا الكلام؟ علاقات العابرة. نعم. خليك صريح. علاقة حب؟ خليك صريح. يعني منعتني ان اكون بعلاقة حب. لا انا حبيت يعني. مو منعتني. بس كارتباط ما صاير. هي كل شيء قسمة طبعا. أنا من خلال هاي الأشياء حكيت عنها عليها العلاقات وهي مو هواية يعني. أنا أصلا يعني بيتوتي. صحيح أنت بيتوتي وتحب العائلة الأسرة الأطفال تحب الأسرة بشكل عام. ماكو لا على أكو بس عندي بلاي ستيشن و... أي هاي عائلتك. وأقعد ألحن أسجل مثلا أغاني بالبيت. بس صارت عندي علاقات يعني استفاديت من عندها خبرة. صارت عندي خبرة يعني كلش كبيرة يعني كأنما أخذت المختصر المفيد تجربة الحياة أخذتها بأشياء يعني مو هواية بسرعة من فخلتني مريت بتجارب حب لكنها فاشلة ولا أن وصلت لمرحلة أنه هذا الشيء ما أفكر فيه بعد. خلاص يعني شلته من تفكيري نهائيا. المرأة اللي تستاهل قيس هشام حسب رأيك أنت الشخصي إنها هي مرأة خيالية ما موجودة بالواقع صح؟ لو أرتبط لأنني من أرتبط يعني أترك هواية أمور. فأريد إنسان إنه أنا من أترك هواية أمور بحياتي هواية طقوس أنا أحبها مثلا أتركها لأجل شيء يستاهل. يعني ما أتندم أقول أن ليش حتى ما أحس. أنا دائما أفكر بالأشياء اللي تصير بعد الشيء اللي أقرره. نعم. فما أنا لسه ما أفكر بهذا الموضوع. طبعا يقولون إنه قيس هشام نجح ووصل الشهرة والنجومية مو بسبب الألحان ولا بسبب الأغاني، سبب وسامته. طبعا هذا الكلام وارد من قبل الجنس اللطيف. يعني الجنس اللطيف هم اللي مثلا يحبوني يقولون لأنه هو هيجي؟ لا مستحيل. الإنسان يقولون لأنه أنت حلو. لا لا الإنسان هم المحبة من رب العالمين ما لها علاقة لا بجمال ولا بأي شيء. تشوفين مطربين نجوم عالميين بشكل عادي بس المحبة هي سر من رب العالمين. أكو هواي كمطربين عراقيين أكو هواي مطربين هسه جدد هواي أوسم من عندي أحلى من عندي هواي بس محبة من رب العالمين. يتردد بالوسط الفني بالفترة الأخيرة أنه ببدايتك أنت منعت أخوك الفنان الملحن محمد هشام أنه يدخل بمجال الغناء والفن. شنو سبب أنه ليش منعته؟ يعني ممكن كنت خايف يأخذ منك الأضواء والشهرة؟ بداياته يعني هو بداياته أنا مشهور فما أي أضواء يأخذ يعني. بعدين إذا أخوي يأخذ أضواء من عندي أحسن ما يجي غريب يأخذه. هاي شغله منطقيه ما عندي وانا ساعدته هواي. انت ما منعته بالبدايه؟ هاي منعت الاسباب لانه يعني انا هو كمطرب ما اقدر اساعده لانه اخوي انا لازم اساعده. فانا كمطرب ما يقدر يعني صعب يساعد مطرب يعني صعب من اي ناحيه؟ صعب يعني مثلا هواي امور مثلا أنا ما أسويها لنفسي فما أقدر أسويها لأحد يعني أنا ما أقدر أسويها فما أقدر أخدمه يعني. فأنا أخوي يعني مثلا أخوي أصغر من عندي ف
فأحب أني أخدمه يعني. بس هاي هذا شيء. شيء ثاني إنه منعت إنه هذا أي هذا الوقت اللي إحنا فيه مستحيل يطلع واحد يشتغل صعوبة إلا معجزة. ليش؟ لأنه هواي مطربين هواي أغاني الناس ما تعرف هذا منه ذاك منه هذا. صحيح يعني باقي إحنا كم واحد ناس تعرفنا بس الباقي أغانيهم يعرفوها بس هم ما يعرفوها. زين هسه أريدك تحكي لي شوي عن ألبوم أنتظركم، ألبوم قيس هشام. شنو السر بتأخير هذا الألبوم؟ أنت يعني تأخرت فترة طويلة جدا بطرح هذا الألبوم. أتوقع صار لك 3 سنين ممكن تجهز. هو وقت فعلي الشغل سنتين ونص. لأنه هو شوف الأغاني بس الناس سمعت الألبوم، الألبوم ما بي أغنية مو حلوة بحيث أنا محتار، أنا ما أعرف يا أغنية أصور. صحيح. يعني ونزلت الألبوم بدون ما أصور. هو المفروض إني أصور حتى أسوق الألبوم بس أنا ما سويت ذي شيء لأنه هواي الأغاني كلها حلوة. وده أسأل الناس يقول أقول مثلاً أسأل شنو يا أغنية أصور. سجلت أكثر من مرة مثلاً، أكو أغاني الألبوم سجلتها وزعتها 3 مرات. لهالدرجة قلق باختياراتك ومتردد يعني؟ مو متردد وقلق موجود بس أريد الشيء يطلع صحيح مثل ما براسي إن شاء الله. فهذا الإرادة وقت هواية مو يعني كل أنا هذا الشيء تعلمته من فنانين يعني كبار معروفين زي كاظم الساهر، في كثير مطربين نجوم راشد الماجد يسجلون الأغنية أكثر من مرة. لاحظت أنا هذا الشيء. يسجلوا أكثر من مرة بالفعل تطلع كل مرة تختلف عن مرة ثانية. بالنهاية أريد باختصار شلون تنظر للمرأة؟ المرأة هي طبعاً أمنا، إحنا كل إنسان عنده أم هي مرأة. المرأة هي اللي قايلها أنا ما أتصور مرة، اللي هي تتعب وتحاول تساعد عائلتها، اللي هي تضحك وترعى عائلتها وهي مريضة أحياناً. الأم عندها، المرأة خاصة عندها عاطفة قوية. بس يا ويل اللي زعلها. أهم شيء المرأة راضيات النسوان إن شاء الله. على مركز عيون بدوار باريس بالعاصمة الأردنية عمان أقيم معرض فني مشترك ضم عدد من الفنانين العرب بمشاركة عراقية. هذا المعرض حمل عنوان تلاقي وضم أعمال تنوعت بين الخزف والرسم بالأكريليك والزيت. الفنان العراقي سيف خليفة كان مشارك بهذا المعرض وقدم عدة أعمال مميزة من الخزف. مراسلتنا هند كاظم كانت حاضرة بهذا المعرض ووثقت لنا جوانب منه. طبعا الاعمال ما شاء الله نشوفها كلها زاهيه بالالوان جميله وتختلف عن بعضها طريقه التكنيك، المدارس ايضا، اختلاف الاشخاص ايضا والثقافات يعني صحيح اعطى طابع باختلاف اللي يقدموه من لوحات على الجدران نشوفها. وطبعا احنا عندنا الفنان العراقي النحات سيف الخليفه اللي اشتغل بالسيراميك، اعماله برزت بشكل جميل جدا على سواء جداريات او سواء صحون استخدمها. استخدم
الأفلام فيها رموز معينة من العراق، من جسد مرأة أو حتى المياه أو البنيان العراقي. استخدم فيها ألوان جميلة أيضا وزاهية، استخدم الأحمر ألوان المياه، استخدم جرب أنه يرمز لنهر دجلة والفرات في إحدى جداريات وكان جميل جدا وموفق فيها. بالمجمل طبعا هو الأعمال اللي عرضها هذه في معرض السابق الخاص فيه، هذه تعرض الآن مرة ثانية في هذا المعرض الجماعي، لكن بطريقة لا زالت بنفس الجمال بنفس الطريقة المبهرة له. هو فنان نشيط جدا. بداية أنا كتير سعيدة بمشاركتي بمعرض تلاقي اللي جمع فنانين من أماكن مختلفة من الوطن العربي. وطبعا الحلو بهذه المعارض الجماعية خصوصا لما يكون من بلدان مختلفة، نحن بنطلع على الأعمال اللي الفنانين بيقوموا فيها من استقائهم لإلها من تراثهم أو من حضاراتهم المختلفة. هذا واحد من الأشياء. الإشي الثاني إنه المشاركات الجماعية دائما تضفي للفنان إنه في نوع من المنافسة وبنفس الوقت في نوع من احترام الأعمال الآخرين. تجارب مختلفة كلها جميلة وكل حدا بياخد نصيبه من هذا المعرض. قدمت 6 أعمال من مجموعة كنت عملت عليها هي ذاكرة تفاحة. الأعمال هاي منها أكريليك على ورق ومنها أكريليك على بورد خشب وميكس ميديا. طبعا يسعدني اكيد 100% لان هذا تجمع الثقافات اللي دا يصير من كل الدول، هذا فشيء كلش حلو للفنان. اولا يترك فد بصمه كلش جميله في داخله، ثانيا من خلال المعروضات اللي الفنانين اللي جايبين اعمالهم الفنان حيستفيد وراح يكتسب ايضا خبرات، راح يشوف انه خبره هذا الفنان اللي جاي وحاصل على تجربه ومسوي له فد ستايل خاص به، اكيد الفنان الثاني راح يكون مستفيد. اما بالنسبه للمشاركه العراقيه يعني على وجه التحديد هو فنان سيف الخزاف، أعماله كانت رائعة جدا ومميزة جدا وتفرد بستايل خاص به. بالعراق احنا معتمدين كلنا عندنا لون معين معروفين به، اللون الشغري والعسلي. هنا لا، يعني يقدر الخزاف عنده مساحة كبيرة من الألوان، يقدر ياخذ راحته بالألوان، الألوان الأحمر والشذري والنيلي والأسود، كل الخامات كل الألوان اللي منزلها هو جميلة جدا وتستفز المتلقي، يعني تخلي للمتلقي فد إحساس إنه هذا الخزاف تعبان على العمل مالته. هذا المعرض اسمه تلاقي، صار بتنظيم مني بالبداية ومن هذا الجاليري، فأنا تقريبا أنصح بالفكرة. فمشاركتي شاركت بقطع خزافية وتقريبا أنا الخزاف الوحيد اللي بالمعرض. عندي مشاركات كثيرة يعني مشتركة، وعندي معرض شخصي هنا بعمان قبل فترة سويته كان اسمه إيقاعات صامتة. أما نوع الأعمال اللي أنا مشارك فيها اللي هي السيراميك، كل الأعمال تتحدث عن الوطن، عن العراق، عن المأساة اللي مرت بالعراق، عن الذكريات العراقية اللي مزروعة بينا وهسه صرنا نتحسر عليها، فمعبر عنها بهذا بالسيراميك. فاستخدمت بها هواي ألوان، استخدمت الأحمر عبرت بها عن الدم، استخدمت الأصفر، استخدمت الأخضر، والحمد لله والشكر يعني عرضت جداريات وصحون ومجسمات. جداريات اللي أنا عارضها تقريبا كلها حتى بها تآكل، يعني دا عبر بها عن الحضارة القديمة، وأغلب الجداريات يعني تتحدث عن تاريخ العراق، عن الكتابة، يعني بها مفردات مثل الكتابة المسمارية، بها نهر دجلة، بها نهر الفرات، بها هواي دلالات عن العراق. يعني بصراحة ما كل الأعمال مختصة بالعراق وحضارة العراق، يعني ما طلعت على هذا الإطار.